بيقول كل من يمارس المركزية زي السيسي سيسعى لجعل القرار الأخير دائما في يده لمحدودية وقته. يعني كل المركزي ده بيخلي دائما كل القرارات في إيده بس وقته محدود جدا. عشان وقته محدود هيجد لزام عليه إنه يستعين بمساعدين، ومش هيستعين إلا بأهل الثقة، وبالتأكيد لن يلجأ إلى كفاءات يمكنها التصرف وحدها بناء على خبرتها وتقديراتها الذاتية، لأن أهل الثقة بارعون في أن يستشفوا فكر الراجل ده وإرادته الذي لديه القرار المركزي، بينفذوا فقط ما يتراءى لهم بأن ده يحقق إرادة المدير أو الوزير. هنا بقى تيجي المأساة. المأساة تأتي غالبا بعد ذلك. ليه بقى؟ لأن أهل الثقة اللي الراجل ده بيديهم المسؤولية المركزية بدورهم هم كمان شغلهم بيزيد والتكلفات عليهم بتزيد وبتتزاحم وبينشغلوا جدا، لذلك بيجدوا أنفسهم مضطرين أنهم يستعينوا بمن يعاونوهم ويسعفوهم، ويكون اختيارهم مرة تانية من أهل الثقة لديهم. الشيء المؤكد والمضمون من جراء الدائرة دي كلها أن يتدهور مستوى الأداء مع كل دورة من التفويضات لأهل الثقة. يعني ببساطة شديدة جدا، جاء السيسي، السيسي لا يثق حد، كان عنده اتنين أهل الثقة وأهل خبرة. يعمل ايه بقى السيسي؟ أهل الثقة هم عباس كامل، فيدي لعباس كامل كل الملفات المخابرات وكل حاجة، وبعدين فجأة عباس كامل يضطر شغله يزيد، فبعد ما شغله يزيد عباس كامل نفسه يستعين بمجموعة من المعاونين ليه اللي هم أهل الثقة لدى عباس كامل. فجأة ده أهل الثقة لأهل الثقة لأهل الثقة، الدايرة تزيد تتسع تبقى الدولة كلها أهل ثقة. وأهل الخبرة فين؟ في الشارع، في الشارع فعلا. وهنا بقى بيقول نيوتن الدايرة دي لما تزيد وتتسع الدنيا تبوظ. أهل الثقة مهمتهم يحققوا رغبات اللي جابهم بس، بما يتراءى لهم إن ده يحقق إرادته. هنا بقى أهل الثقة دول كانوا نظام عبد الناصر، أهل الثقة دول كانوا نظام السادات، أهل الثقة دول كانوا نظام مبارك، أهل الثقة دول هم نظام السيسي، وأهل الخبرة في كل ده برا. وبالتالي دول يعيشوا في قوقعة لوحدهم كده أو في فقاعة لوحدهم، وما ينقلوش للمدير أو للوزير أو للرئيس بتاعهم إلا كل شيء طيب، ما يسمعوش غير كل شيء طيب، وبالتالي ينفصلوا تماما عن المجتمع.